المصرية والعربية في اللقاء اللي أمام حضراتكم. وادي انطلاق صافرة البداية، وبيراميدز يبدأ المباراة على يسار الشاشة بالطاقم الأسود، بينما فريق زناكو يبدأ اللقاء على يمين الشاشة بالطاقم الأبيض. وسط الملعب أحمد توفيق اللي استعاد مستواه مع المدرب أنتي تشاتشيتش وبيتم توظيفه في مركز الباك اليمين. شفنا أحمد توفيق في المركز ده مرات عديدة جدا، سواء مع نادي الزمالك من قبل أو مع نادي بيراميدز في الفترة الأخيرة. أيضا طبعا توفيق مركزه الأساسي في وسط الملعب. أدي محمد فاروق عايز يلعب البينية لعبد الأمالة، ترتد لعمر جابر، عائد من الإصابة عمر، يغيب عن المباريات منذ الإصابة في الكتف في مباراة النادي الأهلي في بطولة الدوري. الحمد لله على السلامة يا عمر. عمر يلعب لعبد الأمالة في مساحة جيدة في الجانب الأيمن، العرضية الأرضية يشتتها الدفاع، يحاول عليها توفيق من جديد وينجح في الحصول على رمي التماس. أدي إيريك تراوري النهاردة بيتم توظيفه في مركز رأس الحربة. إيريك تراوري، توفيق لمحمد فاروق، أحمد توفيق، عمر جابر يلعب بينية حلوة قوي، عبد الأمالة جوه 18، لومالة لومالة عرضية عرضية، إسلام عيسى ياخد ضربة ركنية. هجمة منظمة لفريق بيراميدز، وبيراميدز يبدأ المباراة بقوة ويشكل تهديد حقيقي على مرمى فريق زناكو. اختراق من الجبهة اليمنى عن طريق عبد الأمالة، تلقى تمريرة رائعة عبد الأمالة من عمر جابر، لعب كرة عرضية في اتجاه إسلام عيسى، ولكن تأتي التغطية الدفاعية والكرة تتحول إلى خارج الملعب ضربة ركنية. أحمد توفيق على التنفيذ، 28 سنة دلوقتي أحمد توفيق، يلعب عرضية أرضية سهلة للدفاع. مرة تانية عبد الأمالة، ضغط مكثف من الجبهة اليمنى، توفيق عايز ياخد مشوار يا ولد يا لعيب، عدى توفيق، عرضية توفيق، والتغطية الدفاعية من جديد عن طريق المدافع كيبسون كامانجا. كيبسون كامانجا بيشارك أساسي النهاردة كامانجا في مركز الباك الشمال، لم يشارك في لقاء الذهاب. أدى أحمد توفيق وضربة ركنية تانية برضو لعبها وحشة توفيق، ترتد في وسط الملعب لكن يقطع عبد الأمالة لأحمد توفيق. أدي إسلام عيسى النهاردة بيشارك أساسي، إسلام لم يشارك في لقاء الذهاب. علي جبر، المهدي سليمان، ويلفريد كانون، أحمد أيمن منصور النهارده في مركز الباك الشمال. أحمد أيمن منصور تعودنا عليه في مركز قلب الدفاع مع بيراميدز، لكن النهارده في الباك الشمال. إسلام عيسى عايز يدي عبد الأمالة لكن ما ربطش معاه، والكرة إلى خارج الملعب رمي التماس. أدي محمد فاروق في الكادر أمام حضراتكم، واحد من هدافي بيراميدز في هذه البطولة محمد فاروق برصيد 6 أهداف بالتساوي مع إيريك تراوري. إيريك تراوري 6 أهداف، محمد فاروق 6 أهداف. محمد فاروق سجل 3 أهداف في الأدوار التمهيدية و3 أهداف بداية من دور المجموعات، ولكن عارفين حضراتكم عند احتساب سباق الهدافين في البطولات الإفريقية سواء دوري الأبطال أو الكونفدرالية بيتم الاحتساب الرسمي بداية من دور المجموعات، لأن مش كل الأندية بتلعب في الأدوار التمهيدية. أحمد توفيق من جديد يلعب كرة بينية، إسلام عيسى تطول منه إلى خارج الملعب ضربة مرمى. إنسباتا على تنفيذ ضربة المرمى، قلنا 3 لا شيء في لقاء الذهاب، نتيجة طيبة جدا بل نتيجة رائعة لفريق بيراميدز خارج الأرض. قدم عرض رائع في لوساكا وتمكن من تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة لعلي جبر ومحمد فاروق وعبد الله السعيد من ضرب الجزاء. النهارده عبد الله السعيد نجم بيراميدز موجود على مقاعد البدلاء، بالتالي بيراميدز قاب قوسين او ادنى من التواجد في نصف النهائي. ادي انطلاقه لفريق زناكو، المحاولة الهجومية الأولى للفريق الزامبي، ولكن ويلفريد كانون
متواجد في المكان المناسب ويحول الكرة إلى ضربة ركنية هي الأولى لفريق زاناكو خلال أحداث هذا اللقاء. راح لها اللاعب لاساكيالا اللاعب الموريتاني على تنفيذ الضربة الركنية. أدي لاسا جرادي كيالا يلعب كرة عرضية، إيريك تراوري يشتت، تعود لفريق زاناكو وتسديدة تصطدم بأحد مدافعي بيراميدز وتتحول إلى ضربة ركنية. تسديدة اللاعب كابومبا، كيلفين كابومبا هو صاحب التسديدة الماضية، اصطدمت بمحمد فاروق. سلامات يا فاروق، أم سليم ما فيش مشاكل. وضربة ركنية تانية لفريق زاناكو هذه المرة من الجانب الأيسر، والمهدي سليمان بقبضة اليد يبعد الخطورة عن مرماه. لومالا يا ولد يقود الهجمة المرتدة السريعة لإسلام عيسى. إسلام عيسى هجمة مرتدة لبيراميدز لو فيها السرعة تشكل خطورة، تعدي من فاروق ياخدها تراوري لإسلام عيسى من جديد، يلم كورته إسلام يفتح اللعب لعبد لومالا. لومالا جوه 18، يعدي لومالا، يفوت لومالا، ولكن التغطية الدفاعية موجودة والكرة إلى خارج الملعب. ضربة ركنية، تغطية دفاعية من كيلفين كابومبا، وضربة ركنية ثالثة لفريق بيراميدز، والثلاث ضربات ركنية من الجانب الأيمن، الجانب اللي مركز عليه فريق بيراميدز تماما في الدقائق الستة الماضية من عمر هذا اللقاء. عرضية من أحمد توفيق برضو على الأيمن القريب يشتتها الدفاع. لابد أن يكون هناك تنويع في تنفيذ الضربات الركنية. قلنا الفوز اللي في لقاء الذهاب لبيراميدز هو أكبر فوز لفريق مصري خارج الأرض في الدور ربع النهائي للبطولات الإفريقية. كسر برقم نادي إنبي اللي كان فاز خارج الأرض 3-1 على وفاق سطيف في مرحلة المجموعات في ربع النهائي. ولكن 3-0 أصبحت أكبر فوز لفريق مصري خارج الأرض بداية من الدور ربع النهائي. زاناكو في وسط الملعب، جرادي كيالا تمريرة لم يستطع أن يلحق بها اللاعب موسوسو وتتحول إلى رمي التماس لبيراميدز. بيراميدز على وشك التأهل لمواجهة المتأهل من مواجهة حورية الغيني وإنيمبا النيجيري. مباراة الذهاب في نيجيريا انتهت بالتعادل 1-1، واليوم مباراة العودة في غينيا. الفائز من هذه المواجهة سيلاقي بيراميدز بإذن الله تعالى في نصف النهائي. محاولة البيراميدز، ادي اسلام عيسى جوه 18 لفاروق، فاروق ينفرد والحارس يتصدى وتعود الكرة ولمسة يد على محمد فاروق. أول محاولة خطيرة لفريق بيراميدز، اختراق وتوغل داخل منطقة الجزاء عن طريق الثنائي اسلام عيسى ومحمد فاروق. عملها حلو اسلام عيسى لمحمد فاروق، سدد بالقدم اليسرى ولكن التسديدة كانت ضعيفة، يتعامل معها الحارس انسيباتا وتعود الكرة لتلمس يد محمد فاروق. هجمة أولى خطيرة لفريق بيراميدز وفرصة ضائعة من محمد فاروق، والعرضية من زاناكو ولكن ضربة الرأس بعيدة. كلا الفريقين أعزائي المشاهدين بيركزوا على الجبهة اليمنى، هجوم كل فريق حتى الآن يعتمد على الجبهة اليمنى سواء بيراميدز أو زاناكو. ادي عادة لفرصة فاروق الضائعة، تتعوض يا فاروق بإذن الله. أحمد أيمن منصور للمهدي سليمان، يعود من جديد لأحمد أيمن منصور، نقل الكابتن أيمن منصور الشهير بأيمن السوبر لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقا وصاحب هدف الفوز الشهير للزمالك في مباراة السوبر الإفريقي. كابتن أيمن منصور أيضا هو صاحب أسرع هدف في تاريخ بطولات أمم إفريقيا. رمي التماس لبيراميدز، أحمد توفيق على التنفيذ،
يقرب له محمد فاروق لأحمد توفيق ويلفريد كانون القادم من الدوري الهولندي. ويلفريد كانون كان مع فريق آدون دينهاخ ثم انتقل لارتداء قميص بيراميدز. وانتو حلوة أد أحمد أيمن منصور تطول منه وسط الملعب مع زاناكو. وادي تمريرة أمامية في اتجاه اللاعب كولا لكن علي جبر يسيطر على الأمور تماما ويقطع. تمريرة خاطئة من محمود حمادة أي حاجة إلى خارج الملعب رمي التماس. ادي المدرب أنتي تشاتشيتش لو جات فرصة نتكلم على مسيرته الناجحة مع منتخب كرواتيا اسم كبير في عالم التدريب في كرة القدم الكرواتية. تولى المسؤولية تشاتشيتش خلفا لسباستيان دي سابر المدرب الفرنسي الذي كان يقود بيراميدز في المراحل الأولى للكونفدرالية. مخالفة لصالح فريق بيراميدز نجح في الحصول عليها محمد فاروق. وصافرة حكم اللقاء إيريك أوتوغو كاستان تعلن عن مخالفة لبيراميدز. تمريرات لبيراميدز لإيجاد ثغرة في دفاعات فريق زاناكو. مرة دي من الجانب الأيسر أحمد أيمن منصور يغير اللعب لعبد الأمالة. حلوة التوقيفة يا ولد والتسديدة قوية والحارس يتصدى. استلام جيد من عبد الأمالة سيطر على الكرة تماما ثم أطلق التسديدة ولكن الحارس إنسيباتا كان لها بالمرصاد. تعود الكرة للمهدي سليمان ويلفريد كانون. محمود حمادة لاعب الإنتاج الحربي سابقا. محمود ويلفريد كانون يغير اللعب لأحمد توفيق. أحمد توفيق على الأرض حلوة لمحمد فاروق قدام المساحة بيزيد ويتقدم فاروق. عبد الأمالة في الجبهة اليمنى يتقدم عايز يعدي. لومالة وسط الملعب لعمر جابر. عمر لمحمد فاروق مرة تانية. محمود حمادة إسلام عيسى إيريك تراوري لمسة واحدة. أحمد أيمن منصور يلعب العرضية تصطدم بالدفاع وتعود إليه من جديد. محمود حمادة لأحمد توفيق سيطرة تامة من قبل فريق بيراميدز. أول 12 دقيقة من عمر اللقاء لومالة كالعادة في المساحة الكبيرة في الجبهة اليمنى عايز يعدي ولكن متمركز بطريقة جيدة. كابومبا يقطع كابومبا ويشتت يجيبها تاني فريق بيراميدز ولكن هنشوف قرار حكم اللقاء يشير بعد تردد بتماس لصالح بيراميدز. محمود حمادة فاروق أحمد أيمن منصور مرة تانية. محمود حمادة لومالة وانسري حلو ما بين لومالة وتراوري وتوفيق. توفيق بيقرب له عمر ادى عمر جابر بالفعل. الثنائي القادم من القلعة البيضاء للدفاع عن ألوان فريق بيراميدز معهم أيضا علي جبر معهم أيضا أحمد الشناوي الحارس الغائب عن التشكيلة تماما في لقاء اليوم خارج القائمة تماما أحمد الشناوي. لغز كبير لأحمد الشناوي ما بين حارس دولي لمنتخب مصر وكان يشارك أساسيا مع منتخب مصر ثم انتقال لبيراميدز ثم ابتعاد حاليا تماما عن قائمة المباراة. النهاردة الحارس البديل أحمد دعدور يجلس على مقاعد بدلاء بيراميدز بينما الشناوي خارج القائمة تماما. هي دي كرة القدم والدروس المستفادة من كرة القدم. كرة القدم لا تعترف بالأسماء الرنانة تعترف فقط بالجهد المبذول على أرضية الميدان بثبات المستوى بالتعامل الجيد مع المواقف الصعبة. المهدي سليمان التشتيت مرة تانية من دفاعات زاناكو عن طريق الباك اليمين كيفين أوسو. أحمد أيمن منصور لمحمد فاروق تتخطف الكرة
النهارده احمد ايمن منصور بيشارك على حساب محمد حمدي الباك الشمال الاساسي البيراميدز اللي موجود ايضا على مقاعد البدلاء. النهارده بدلاء بيراميدز جون انتوي، عبد الله بكري، دودو الجباس، محمد حمدي، محمد فتحي، واحمد دعدور الحارس، والنجم عبد الله السعيد. ويلفريد كانون لعلي جبر لاحمد توفيق لفاروق، تمريره فاروق تتقطع لكن يجيبها تراوري، تراوري لاحمد توفيق لمحمد فاروق، يدي لمين فاروق، يفتح اللعب لاحمد ايمن منصور، فاتح له عمر جابر في الجبهه اليسرى، ادى عمر بالفعل، عمر يضم للداخل، يتقدم عمر جابر، حلوه لمحمد فاروق، احلى لاحمد توفيق، توفيق لمحمد فاروق من جديد، محمود حماده، احمد ايمن منصور، لمسه يد على احمد ايمن منصور، تعلى الكره بالفعل، هناك لمسه يد على احمد ايمن منصور. اذكر حضراتكم بنتائج مباريات الذهاب في الدور ربع النهائي، اتفقنا ان بيراميدز فاز خارج الارض على زناكو 3-0، انيمبا النيجيري تعادل 1-1 مع حوريه الغيني في نيجيريا، النصر الليبي خسر 0-5 امام حسنيه اغادير المغربي، ودي ضربه راس خطيره وبرافو المهدي سليمان، اخطر محاولات فريق زناكو، ضربه راس من كره عرضيه قادمه من الجبهه اليمنى، ولكن المهدي سليمان برده فعل هايله يحول الكره الى خارج الملعب ضربه ركنيه، ادي الاعاده، كره عرضيه رائعه وضربه الراس عن طريق الخطير كولا، روجرز كولا كاد ان يزور شباك فريق بيراميدز في اللقطه الماضيه لولا تألق الحارس المهدي سليمان، صعبه صعبه جدا، ضربه راس قويه ومحكمه بجوار القائم الايسر في مكان صعب جدا على اي حارس مرمى، ولكن المهدي سليمان يرتدي قفاز الاجاده ويزود عن مرمى ببساله، ادي الكره العرضيه الى خارج الملعب، و حكم اللقاء مدي ايه؟ مدي ضربه ركنيه لصالح فريق زناكو. بدا زناكو يكشر عن انيابه، بدا يهدد مرمى فريق بيراميدز، شفنا ضربه الراس الرائعه من الخطير روجرز كولا والتعامل الناجح من المهدي سليمان، ودي كره ثانيه تتحول الى ضربه ركنيه ايضا. شارلي زولو على تنفيذ الضربة الركنية على أمل قريب، يشتت التراوري، يكمل عليها إسلام عيسى، أدي عمر جابر يلعب تمريرة سريعة، 3-2 3-2، أدي لومالا يغير اللعب، حلوة جوه 18، يطلع حارس المرمى، يطلع حارس المرمى توستر انسيباتا يحل كل المشاكل، هجمة مرتدة كان ممكن تشكل خطورة كبيرة جدا، ولكن تمريرة عبد الأمالة لم تكن بالدقة المطلوبة. النصر الليبي قلت لحضراتكم كان لعب مباراة الذهاب في القاهرة على ملعب بتروسبورت، خسر أمام حسنية أغادير 0-5، بينما المصري البورسعيدي كان تعادل 2-2 على ملعب الجيش في السويس مع نهضة بركان. النهاردة جميع مباريات العودة، أولى مباريات العودة أمام حضراتكم بيراميدز وزناكو الساعة 7 بإذن الله بتوقيت مكة المكرمة، 6 بتوقيت القاهرة، حسنية أغادير يستضيف النصر الليبي في المغرب، مباراة ستقام بدون جماهير وفقا لقرار السلطات المغربية للحد من انتشار فيروس كورونا، أيضا حورية الغيني سيستضيف أنيمبا النيجيري، والساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9 مساء بتوقيت القاهرة نهضة بركان سيستضيف المصري البورسعيدي، مباراة ستكون بدون جمهور أيضا. عمر جابر تمريرة على الأرض حلوة لومالا قدامه المساحة يلعب العرضية، ما ربطش معاه تراوري بيقول له استنى عليا شوية، تراوري بيشاور بيقول له استنى عليا شوية، استني أما انطلق داخل منطقة جزاء فريق زناكو،
اتسرع في لعب العرضية عبد الأمالة. لعب منتخب أوغندا عبد الأمالة كان تألق مع منتخب أوغندا في أمم إفريقيا الماضية في مصر 2019، انضم بعدها لفريق بيراميدز. مرة تانية في وسط الملعب يقطع محمود حمادة، أحمد أيمن منصور، محمد فاروق لمحمود حمادة، خلصوها كويس أحمد أيمن منصور لعمر جابر. يا ولد على اللمسة الواحدة لإسلام عيسى، عايز يلعب البينية إسلام لكن تروح لتراوري، تراوري يعدي تراوري ويتقدم لسه مع إسلام عيسى. إسلام يدي لمين؟ يدي تراوري جوه 18، تراوري تراوري والعرضية تتحول إلى ضربة ركنية. شوف معايا كم عرضية من الجبهة اليمنى، كم اختراق وتوغل من الجبهة اليمنى لفريق بيراميدز، الجبهة الأكثر نشاطا حتى الآن. لاعب تيمبو كان بيطلب مخالفة ولكن حكم اللقاء أشار باستمرار اللاعب، وادي التسديدة القوية من لومالا اللي أنقذها الحارس إنسي باتا. تتعدد المحاولات الهجومية والفرص الخطيرة لفريق بيراميدز، بينما هناك فرصة خطيرة وحيدة لفريق زناكو أنقذها الحارس المهدي سليمان. علي جبري يتقدم للاستفادة من طول القامة. العرضية وحشة جدا من إسلام عيسى، مشكلة مشكلة لدى فريق بيراميدز في تنفيذ الضربات الركنية. أحمد توفيق لعب اتنين بصورة سيئة، وادي إسلام عيسى يلعب ضربة ركنية بصورة سيئة أيضا. أحمد توفيق يلعب رمي التماس، علي جبر لسجل هدف بضربة رأس رائعة في لقاء الذهاب، وله هدف بضربة رأس أيضا في مرمى النادي الأهلي في بطولة الدوري. محمد فاروق يعمل كوبري حلو وحكم اللقاء يدي تحت الفرصة، وعمر جابر عايز يلعب البينية ولكن أطول من اللازم إلى خارج الملعب، ضربة مرمى لصالح زناكو. اتفقنا أن المتأهل من مواجهة بيراميدز وزناكو سيواجه في نصف النهائي المتأهل من مواجهة حورية الغيني وأنيمبا النيجيري، بينما المتأهل من مواجهة النصر الليبي وحسنية أغادير سيواجه المتأهل من مواجهة نهضة بركان والمصري البورسعيدي. يضغط محمد فاروق وينجح في الحصول على رمي التماس. أوسو الباك اليمين يطلع الكرة رمي التماس تروح لمحمد فاروق لاعب الأهلي والمقاولون العرب والإنتاج الحربي ووادي دجلة سابقا. محمد فاروق 30 سنة دلوقتي محمد فاروق، ولكن يقدم مردود جيد مع فريق بيراميدز خاصة في الكونفدرالية. 6 أهداف لفاروق في النسخة الحالية للكونفدرالية. محمود حمادة يقطع يغير اتجاهاته يسلم في وسط الملعب محمد فاروق اللي بنتكلم عليه، يعود لأحمد توفيق بمنتهى الهدوء لعلي جبر المونديالي. علي جبر شارك أساسيا مع منتخب مصر في كأس العالم 2018 في روسيا. علي جبر إسلام عيسى عمر جابر أحمد توفيق عبد الأمالة يستلم لومالا يعود لتوفيق مرة تانية عمر جابر محمود حمادة يفتح اللعب في مساحة أحمد أيمن منصور يلعب العرضية منصور ولكن التشتيت من قلب الدفاع لومبا ماكيسي وادي مخالفة لصالح أحمد أيمن منصور ضربة حرة مباشرة لصالح بيراميدز. نصف النهائي بإذن الله، بيراميدز سيلعب لقاء الذهاب في القاهرة يوم الأحد 3 مايو، بينما مباراة العودة ستكون في غينيا أو نيجيريا يوم الأحد 10 مايو. عمر جابر ياخد مخالفة جديدة. نهائي الكونفدرالية بإذن الله من مباراة واحدة يوم الأحد 24 مايو. أعلن الكاف أن هناك ملعب واحد فقط تقدم لاستضافة المباراة النهائية للكونفدرالية، هو ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط.
ادي عمر جابر، تسديده في الزحمه ولكن سهله الى يد الحارس توستر انسيباتا. الكل في انتظار اعلان الكاف عن الملعب الذي سيستضيف نهائي الكونفدراليه والملعب الذي سيستضيف نهائي دوري الابطال. بالنسبه للكونفدراليه ملعب واحد فقط تقدم لاستضافه النهائي، هو ملعب مولاي عبد الله بالعاصمه المغربيه الرباط. ولكن بالنسبه لدوري الابطال هناك ثلاث ملاعب تقدمت لاستضافه نهائي دوري الابطال، ملعب جابوما بالعاصمه الكاميرونيه دوالا، وملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، والملعب الاولمبي برادس في تونس. ثلاث ملاعب تقدموا لاستضافه نهائي دوري الابطال، هنشوف قرارات الكاف في النهايه. الاستحواذ لبيراميدز 76% مقابل 24%، نسبة استحواذ عالية جدا، ولكن لم يتم ترجمة هذه النسبة إلى تفوق في النتيجة حتى الآن. ضربة حرة مباشرة لصالح فريق زاناكو، تتلعب جوه ال 18، أدي ضربة رأس خلفية خطيرة خطيرة، ويشتت أحمد أيمن منصور. الكرات الثابتة لزاناكو تشكل خطورة. عمر جابر يفتح اللعب لاسلام عيسى، اسلام عيسى في مساحه رائعه جهه اليسار، موقف واحد ضد واحد، اسلام، اسلام يعدي، اسلام يفوت، اسلام يلعب عرضيه ولكن يشتت الدفاع. مره ثانيه احمد ايمن منصور لاسلام عيسى، يعود لعمر جابر، ايريك تراوري، اسلام عيسى يعمل فرمله والكره الى خارج الملعب، تماس لصالح زاناكو، بيعتذر اسلام عيسى لباقي الزملاء. القادم من المصري البورسعيدي اسلام عيسى وصاحب هدفين في الكونفدراليه هذا الموسم. كيفن اوسو يلعب رمي التماس طويله في اتجاه روجرز كولا اخطر لاعبي فريق زاناكو وصاحب ضربة الرأس الخطيرة التي أنقذها المهدي سليمان. أحمد توفيق يتباطأ ولكن يحضن على كورته وينجح في الحصول على مخالفة. وصلنا ل 27 دقيقة من عمر الشوط الأول وما زالت النتيجة التعادل السلبي. أدي حكم اللقاء إيريك أوتوجو كاستن من توجو، من الأسماء الشهيرة في عالم التحكيم في القارة السمراء حاليا. اسلام عيسى، احمد ايمن منصور، محمود حماده، تراوري بيسقط كتير، تراوري، عمر جابر، محمود حماده، اسلام عيسى لعمر، يعود لمحمود حماده، ويلفريد كانون، علي جبر، احمد توفيق، محمد فاروق لعلي جبر. فيش كلام، النتيجة الكبيرة في لقاء الذهاب ادت المدرب انتي تشاتشيتش الفرصة انه يدفع ببعض البدلاء ويطمن على بعض اللاعبين اللي راجعين من اصابة ويريح بعض الاساسيين. النهارده عبد الله السعيد مش موجود في التشكيلة الاساسية، موجود على مقاعد البدلاء، بيدي الفرصة لعمر جابر عشان يطمن عليه بعد العودة من الاصابة، بيدي الفرصة لويرفريد كانون ياخد حساسية المباريات ويشارك أساسيا، بيدي الفرصة لأحمد أيمن منصور في مركز الباك الشمال على حساب محمد حمدي. عمر توفيق للمهدي سليمان، المهدي لعمر جابر، تتخطف تروح لفريق زاناكو، تشارلز زولو، لكن تراوري يلمس إلى لومالا، لومالا تمريرة لومالا غير متقنة، تروح للاعبي زاناكو من جديد، كابومبا والأمامية والتسلل موجود. هذه الراية تأتي من مساعد الحكم السيد ديتسوغا بوريس، مساعد الحكم في لقاء اليوم
يعلن عن تسلل لصالح بيراميدز. 30 دقيقة وما زالت الشباك لم تهتز، وما زلنا في انتظار أول أهداف اللقاء، ونتمنى بإذن الله أن يكون أول أهداف هذا اللقاء من نصيب فريق بيراميدز. وادي مخالفة، تسلل عائد من الخلف للأمام، ضربة حرة غير مباشرة لصالح بيراميدز. ادي اللاعب تشيتيا موسوسو رقم 28، لم يشارك في لقاء الذهاب، النهارده بيشارك اساسي في لقاء العوده. كره في مساحه جيده لاحمد ايمن منصور، يضم الداخل جوه ال 18، عملها لنفسه احمد ايمن منصور ونجح في الحصول على ضربه ركنيه، يسقط على ارضيه الملعب. سلامات لاحمد ايمن منصور، استلم حلو، توغل الى داخل منطقه الجزاء ونجح في الحصول على ضربه ركنيه. مشاركة الأولى لبيراميدز في البطولات الإفريقية، ولذلك بدأ المشوار بدري بدري، بدأ من الأدوار التمهيدية. دور التمهيدي تغلب على فريق إيتول من الكونغو بالفوز عليه رايح جاي 4-1 في القاهرة و1 لا شيء في الكونغو. دور ال 32 الأول تخطى شباب بلوزداد الجزائري، كانت أصعب العقبات. تعادل 1-1 في القاهرة، ولكن بيراميدز تمكن من تحقيق الفوز في الجزائر بهدف للا شيء. دور ال 32 الثاني تخطى يانج افريكانز التنزاني بالفوز رايح جاي 2-1 في تنزانيا و3 لا شيء في القاهرة. في مرحلة المجموعات تصدر بيراميدز المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة، مجموعة ضمت بيراميدز والمصري البورسعيدي، إينوجو رينجرز النيجيري، ونوازيبو الموريتاني. لعب بيراميدز 6 مباريات في هذه المجموعة، فاز في 5 وخسر لقاء وحيد، والخسارة كانت بعد أن ضمن التأهل. أحمد أيمن منصور قام سليم الحمد لله، ودي الضربة الركنية تتلعب ويشتت حارس المرمى إنسي باتا. بياخد الإذن أحمد أيمن منصور للعودة للمشاركة بعد أن تلقى العلاج. 4 ضربات ركنية لبيراميدز لم تتم الاستفادة منهم، ودي حاجة قليلة من اللي بيقدمها عبد الله السعيد لبيراميدز. عبد الله السعيد بيقوم بتنفيذ الكرات الثابته ومنها الضربات الركنيه بطريقه رائعه برفعات محكمه، وشفنا الكره العرضيه اللي لعبها من ضربه ركنيه في لقاء الذهاب على راس علي جبر ليسجل هدف اللقاء الاول. سقوط جوه ال 18 لاسلام عيسى، حكم اللقاء يشير باستمرار اللعب، تروح لعمر جابر يلعب كره اطول من اللازم الى خارج الملعب، ضربه مرمى. ادي حكم اللقاء بيحذر اسلام عيسى من محاوله الخداع، من ادعاء السقوط داخل منطقه الجزاء. كره مشتركه كانت ما بين اسلام عيسى وكيفن اوسو. محاوله لفريق زناكو، ويلفريد كانون يقطع، محمود حماده، اسلام عيسى يقرب له ايريك تراوري، يدي ايريك بالفعل اللاعب الدولي إيريك تراوري مع منتخب بوركينا فاسو، لإسلام عيسى، لمحمود حمادة جوه ال 18. محمد فاروق، محمد فاروق، مين مقرب له؟ مضغوط على محمد فاروق، يعتمد على نفسه، مراوغة أولى، مراوغة ثانية تتقطع. زناكو يحاول الخروج بالكرة من منتصف ملعبه، وادي كرة في مساحة جيدة تصل للجانب الأيسر الآن لدى اللاعب تشارلز زولو، ياخد مخالفة تشارلز زولو، فاول على أحمد توفيق. ادي الإعادة، ضربة حرة مباشرة لصالح زناكو، وحذاري من الكرات الثابتة لفريق زناكو، بيلعبوها كويس. ادي كرة في اتجاه المرمى، وسريعا ياتي التشتيت من قبل محمود حمادة، قلت لحضراتكم بيلعبوها كويس. تعود الكرة لتوستر انسي باتا حارس المرمى،
قلب الدفاع لومبا ماكيسي، والكرة إلى خارج الملعب، تماس لبيراميدز. تعليمات من المدرب أنتي تشاتشيتش. الكرة تعود للحارس المهدي سليماني، يفتح اللعب لأحمد أيمن منصور. ضغط عالي من قبل فريق زناكو، ولكن هناك مخالفة لصالح محمد فاروق. فريق بيراميدز جمع 15 نقطة في مرحلة المجموعات ليعادل رقم نادي الزمالك في نسخة 2015 كأكبر عدد من النقاط يجمعه فريق مصري في مرحلة المجموعات، وبالتالي هي نسخة تاريخية لبيراميدز حقق فيها العديد من الأرقام القياسية. نتمنى تكمل على خير في لقاء النهاردة ويكون التأهل الرسمي لنصف النهائي مع كل الأمنيات لجميع الأندية المصرية والعربية بتقديم عروض ونتائج جيدة في البطولات الإفريقية. هذه مخالفة لصالح أحمد أيمن منصور. قل أداء بيراميدز شوية وقلت الخطورة على مرمى زناكو بعد بداية قوية وبعد عدة فرص أضعها لاعبو بيراميدز، وكان هناك تألق من قبل الحارس توستر إنسيباتا. قل الأداء بعد كده وانحصرت الكرة في منطقة وسط الملعب، وما فيش كلام، نتيجة لقاء الذهاب ليها تأثير كبير. فريق فايز خارج ملعبه 3-0، وبالتالي بيلعب وهو مطمئن تماما في لقاء العودة، ولكن هدف لبيراميدز يغير شكل اللقاء تماما، وهذا ما نتمناه. ادي محمد فاروق ممكن يغير اللعب لاحمد توفيق، فضل يلعب للخلف لعمر جابر، عمر جابر بعرض الملعب لعلي جبر، اول مره يتقدم علي جبر. عبد لومالا استلام سيء جدا من لومالا، لكن يجيبها تاني لومالا، عدى لومالا، حاكم اللقاء بيقول يلعب. ادي كره اماميه، موسوسو يضغط توفيق ويقطع، حط جسمه كويس احمد توفيق ونجح في الحصول على ضربه حره مباشره. سليل عائله توفيق، العيله اللي خرجت لنا العديد من لاعبي كره القدم، عبد العزيز توفيق لاعب انبي سابقا، وادي احمد توفيق لاعب الزمالك سابقا وبيراميدز حاليا، عندنا أكرم توفيق لاعب الأهلي سابقا والجونة حاليا، وهناك أيضا الناشئ حاتم توفيق لاعب فريق المنصورة، عائلة كروية بامتياز. أحمد أيمن منصور، محمود حمادة للحارس المهدي سليمان. ويلفريد كانوا بهدوء شديد لعلي جبر. على نار هادئة يلعب فريق بيراميدز الدقائق الحالية في المباراة، منتهى الهدوء. تمريرة خاطئة من حمادة إلى خارج الملعب، تتلعب الكرة سريعا إلى روجرز كولا على حدود 18، كولا يقطع منه أحمد أيمن منصور، محمود حمادة، محمد فاروق يمشي بعرض الملعب لعلي جبر، علي جبر من جديد جهة اليسار، ما يلحقش أحمد أيمن منصور. حالة كده من الهدوء الزائد عن الحد تصل أحيانا إلى اللامبالاة وعدم التركيز في التمرير، وبالتالي في مس باص دلوقتي في تمريرات لاعبي بيراميدز. عبد لومالا راجع يقوم بالواجب الدفاعي ويقطع، احمد توفيق يخلصها، يعود للمهدي سليمان. الدقيقة 40 وخمس دقائق على نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول. شوط أول بدأوا بيراميدز بقوة
ووصل لمرمى الزناكو في أكتر من محاولة، أضاع عدة فرص، بعد كده هدي اللعب تماما وانحصرت الكرة في منطقة وسط الملعب. ادي محمد فاروق، عدى فاروق حلو قوي، تقدم فاروق، يتوغل على حدود منطقة الجزاء، يسقط فاروق، وحكم اللقاء يشير باستمرار اللعب. هل هناك مخالفة لصالح محمد فاروق؟ ادي الإعادة، ادي الدفعة واضحة جدا، ادي الدفعة واضحة جدا 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 من قبل كابومبا الباك الشمال، والحكم لك وحدك عزيزي المشاهد. هل كانت هناك مخالفة لصالح محمد فاروق أم لا؟ حكم اللقاء الجابوني إيريك أوتوجو كاستن أشار باستمرار اللعب. نشوف الإعادة من جديد. الصورة أبلغ من أي تعليق، والحكم لك وحدك عزيزي المشاهد. هذه كرة عرضية جديدة تتجاوز الجميع، يلم كورته محمود حمادة إلى إسلام عيسى، إسلام عيسى بتحرك له جهة اليسار أحمد أيمن منصور، إدى أحمد منصور بالفعل، يضطر للعودة للخلف. إيريك تراوري، عمر جابر، محمود حمادة، إسلام عيسى، عمر جابر. تحضير بطيء لفريق بيراميدز، بيدي الفرصة للاعبي زناكو يرتدوا سريعا في وسط ملعبهم ويضيقوا المساحات. ادي توفيق، عبد الومالة بوجه القدم الخارجي لتوفيق، توفيق يتقدم، لمسة يد على احمد توفيق. ادي الإعادة وادي لمسة اليد. الخطير روجرز كولا يسلم كرة في جهة اليمين، ودي كرة عرضية، أحمد أيمن منصور يخطئ تقديرها، وأحمد توفيق يشتت، ولكن الكرة تتجاوز خط المرمى، تبقى ضربة ركنية لصالح فريق زناكو. بالتأكيد هذا الرجل أنتي تشاتشيتش غير راضي عن الأداء في الشوط الأول، راضي عن البداية، البداية كانت قوية، كانت حماسية، كانت إيجابية على مرمى زناكو، ولكن بعد كده هدي اللعب. ودي خطا من المهدي سليمان، والكره الى خارج الملعب، ضربه ركنيه جديده. هو ده عدم التركيز اللي بقول لحضراتكم عليه، هو ده الاستهتار بالمباراه. اللعيبه عارفه انها هتتاهل، هتتاهل، الفوز الغالي والكبير في لقاء الذهاب 3 لا شيء مدي اريحيه للاعبي انبي للاعبي بيراميدز عفوا في التعامل مع المباراه. اللقطة اللي فاتت فيها عدم تركيز من المهدي سليمان، ادي الإعادة، ولكن من حسن حظه الكرة تصطدم بمحمد فاروق وتتحول إلى ضربة ركنية جديدة. بيشتكي من الشمس المهدي سليمان. دي 44، ما زالت النتيجة التعادل السلبي. ويلفريد كانون، محمد فاروق، شوف الضغط العالي دلوقتي من قبل لاعبي زناكو. أحمد أيمن منصور خلصها حلوة قوي لفاروق، فاروق تطول منه لكن تروح لعمر جابر، لمسة رائعة من عمر، ولكن هناك تسلل. نادي بيراميدز لو لعب بسرعة يستطيع أن يخترق دفاعات فريق زناكو. الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول، وما زالت النتيجة التعادل بدون أهداف. مرحلة المجموعات كان فاز بيراميدز على أنوجو رينجرز في نيجيريا 3-1، وعلى نوازيبو الموريتاني في القاهرة 6-0، ثم فاز بقى على المصري. لا يوجد أي تسلل، لا يوجد أي تسلل في اللقطة الماضية. فاز على المصري 2-1 و2-0،
ثم جاءت خسارة غريبة في القاهرة 0-1 أمام إنوجو رينجرز، ثم تم الاتفاق مع فريق نوازيبو على أداء لقاء الجولة الأخيرة في القاهرة وفاز بيراميدز 1-0. أحمد أيمن منصور بمنتهى الهدوء بمنتهى الثبات الانفعالي يعود إلى حارس مرمى المهدي سليمان، ودقيقة واحدة محتسبة وقت بدل ضائع. خطأ في التمرير من المهدي سليمان، بقول لحضراتكم في لحظات من عدم التركيز، ودي فرصة خطيرة وانفراد انفراد انفراد انفراد، وهدف أول، هدف أول، هدف أول لصالح فريق زناكو، وهدف مستحق بالفعل بعد حالة من عدم التركيز، حالة من عدم الاهتمام، حالة من اللامبالاة للاعبي بيراميدز، حذرت منها أكثر من مرة، وفي النهاية يأتي العقاب بهدف تقدم لصالح فريق زناكو يحرزه الخطير روجرز كولا في الثواني الأخيرة من عمر الشوط الأول لتصبح النتيجة 1-0 لصالح زناكو. روجرز كولا يواصل هوايته في إحراز الأهداف في هذه النسخة من الكونفدرالية الإفريقية، ويرفع رصيده التهديفي إلى 8 أهداف في النسخة الحالية من الكونفدرالية الإفريقية. 1-0 لصالح فريق زناكو. فريق بيراميدز يصعب الأمور على نفسه في هذه المباراة، ويخرج متأخرا على أرضه ووسط جماهيره في الشوط الأول 0-1. كانون أحمد أيمن منصور، 4 لاعبين في وسط الملعب: محمود حمادة، إسلام عيسى، عمر جابر، عبد الأمالة، أمامهم بيلعب محمد فاروق، وفي المقدمة مهاجم وحيد إريك تراوري. على الجانب الآخر فريق زناكو بيلعب 4-3-3، توستر إنسي باتا حارس المرمى، خط الظهر كيفين أوسو رقم 13، لومبا ماكيسي رقم 26، زيو تيمبو رقم 3، كيبسون كامانجا رقم 4، خط الوسط 3 لاعبين: تشارلي زولو رقم 11، روماريك بيتوريبا رقم 27، ولاسا جرادي كيالا رقم 8 في المقدمة، روجرز كولا رقم 10، وتشيتيا موسوسو رقم 28. ضربة حرة مباشرة لصالح فريق زناكو اللي بيبدأ الشوط الثاني بمعنويات مرتفعة، ودي تسديدة تصطدم بعلي جبر ويشتت سريعا ويلفريد كانون، بيحاول عليها إسلام عيسى، ينجح إسلام في الاقتراب من الكرة ولكن تصل إلى حارس المرمى توستر إنسي باتا. شفنا الشوط الأول بدأ بيراميدز بطريقة جيدة، استحوذ على الكرة وأضاع عدة فرص، وكان هناك تصديات للحارس توستر إنسي باتا. بعد منتصف الشوط الأول هدي اللعب تماما، وشفنا حالة من التراخي والاستسهال من قبل لاعبي بيراميدز حتى مني مرماهم بهدف في الثواني الأخيرة من الشوط الأول. سنتابع الأداء في الشوط الثاني. الإفواري ويلفريد كانون يلعب كرة أمامية، يشتت دفاع زناكو، تيمبو زيو تيمبو يلعب كرة أمامية، أحمد أيمن منصور يحرس الكرة حتى تصل للمهدي سليمان. 33 سنة دلوقتي المهدي سليمان. أدي علي جبر ويلفريد كانون، أحمد أيمن منصور، إسلام عيسى يستلم، يعود للخلف إلى كانون للمهدي سليمان. تراوري يلمس بضربة رأس، محمد فاروق يعدي فاروق في الجبهة اليسرى، الآن بيقرب له إسلام عيسى، يلعب العرضية لعمر جابر، يسدد مباشرة تروح لتراوري، تراوري تراوري جوه 18 إلى لومالا، عبد لومالا يعدي، عبد لومالا والعرضية إلى خارج الملعب، ضربة ركنية. تغطية دفاعية مميزة من قبل دفاعات فريق زناكو. عبد لومالا ياخد ضربة ركنية في اللقطة اللي فاتت، ادي التسديدة من عمر جابر تروح لتراوري، يهيئها لعبد الأمالة عايز يعدي، ولكن في النهاية الكرة إلى خارج الملعب، ضربة ركنية بعد تغطية من زيو تيمبو. ضربة ركنية تلعب على الأيمن قريب، بيشتتها الدفاع تروح لعبد الأمالة، يغير اتجاهاته
محمود حمادة، إسلام عيسى لأحمد توفيق. توفيق يلعب لإسلام عيسى، تطول الكرة من إسلام، استلام سيء من إسلام عيسى، الكرة إلى خارج الملعب، رمي التماس. زناكو بيلعب بسرعة، فيش كلام، الهدف في الشوط الأول اداهم أمل، وادي تغطية من علي جبر إلى خارج الملعب، رمي التماس، يغطي قبل الهداف الخطير روجرز كولا صاحب هدف اللقاء الوحيد في المباراة اللي أمام حضراتكم، واللي رفع رصيده التهديفي في الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم إلى 8 أهداف. لاعب دولي مع منتخب زامبيا روجرز كولا، أخطر لاعبي فريق زاناكو. محمد فاروق تطول منه، لكن حكم اللقاء السيد إيريك أوتوغو كاستن يحتسب مخالفة لصالح محمد فاروق، حكم الدولي الجابوني 44 سنة، أدار 3 مباريات في دوري الأبطال هذا الموسم، أدار مباراة الهلال وإنيمبا في الأدوار التمهيدية، أدار الترجي وفيتا كلاب في مرحلة المجموعات، والوداد واتحاد العاصمة في مرحلة المجموعات أيضا. مهدي سليمان، ويلفريد كانون، أي حاجة إلى خارج الملعب، رمي التماس. جماهير القليلة في ملعب 30 يونيو، ملعب الدفاع الجوي، تهتف إفريقيا يا بيراميدز، تحاول بث الحماس في نفوس لاعبي بيراميدز. ويلفريد كانون بضربة رأس إلى خارج الملعب، ضربة ركنية. ضربة ركنية من الجانب الأيمن لصالح فريق زاناكو. أداء فريق بيراميدز واضح جدا على تعبيرات وجه هذا الرجل أنتي تشاتشيتش المدرب الكرواتي لفريق بيراميدز، أكيد غير راضي عن أداء لاعبيه. ودي الكرة العرضية على الأيام البعيد، ضربة رأس خطيرة، والمهدي سليمان يتألق، مش ممكن مش ممكن، كرة عرضية من ضربة ركنية خطيرة جدا تذهب للاعب تيمبو الخالي تماما من الرقابة دون أي مضايقة من قبل لاعبي بيراميدز، وضربة الرأس ينقذها المهدي سليمان، فرصة في منتهى الخطورة. فيش كلام، زاناكو ينجح في تهديد مرمى فريق بيراميدز، ينجح في الوصول لمرمى الحارس المهدي سليمان. زاناكو لو سجل هدف تاني هتتكهرب المباراة بلا داعي. ادي رمي التماس، كيلفين كابومبا، تشارلز زولو، وادي كرة عرضية جديدة، ودي ضربة رأس إلى يد الحارس المهدي سليمان. مش ممكن مش ممكن، أداء بيراميدز، فريق زاناكو دخل المباراة بقوة، فريق زاناكو فرصتين في منتهى الخطورة في الشوط الثاني، والاثنين أنقذهم المهدي سليمان. يسقط على أرضية الميدان اللاعب روماريك بيترويبا أحد لاعبي زاناكو من بوركينا فاسو. روماريك بيترويبا نتمنى له السلامة، صاحب ضربة الرأس الماضية إلى يد الحارس المهدي سليمان. بيراميدز في الكونفدرالية هذا الموسم بداية من الأدوار التمهيدية حتى الآن لعب 13 مباراة قبل لقاء اليوم، فاز في 11 وتعادل في مباراة وخسر مباراة. الغريب ان التعادل كان على ارض بيراميدز، 1-1 في القاهرة مع شباب بلوزداد في الادوار التمهيدية، والخسارة كانت ايضا على ارض بيراميدز 0-1 امام إنوجو رينجرز في مرحلة المجموعات، بينما بيراميدز حقق 11 فوز. سبعة منهم خارج الأرض وخمسة منهم خارج مصر. ليه بقول سبعة خارج الأرض وخمسة خارج مصر؟
لانه بيراميدز التقى المصري في مرحله المجموعات، المباراتين كانوا في مصر والتقى نوازيبو، وكانت المباراه اصلا المفروض تقام في موريتانيا ولكن تم الاتفاق بين الفريقين على اقامتها في القاهره. يبقى على الورق هي خارج ملعب بيراميدز ولكن فعليا كانت في مصر. تراوري تمريرة خاطئة لكن يقطع حمادة لعمر جابر، ادي المساحة لأحمد توفيق، عرضية توفيق جوه ال 18، محمد فاروق بضربة رأس، اسلام عيسى تعدي من اسلام، تعدي من اسلام تروح لمحمود حمادة بالفرملة لأحمد أيمن منصور، اسلام عيسى من جديد خلصها حلو لمحمود حمادة، جهة اليسار محمد فاروق يمشي بعرض الملعب، يلعب كرة على حدود 18 تتقطع. التشتيت من قبل لاعبي زناكو الى خارج الملعب، رمي التماس. كل المباريات اللي لعبها بيراميدز خارج ملعبه في هذه النسخه من الكونفدراليه حقق فيها الانتصار. رمي التماس لبيراميدز، احمد ايمن منصور تعود اليه من جديد، ولكن أي حاجة من أحمد أيمن منصور، دقة التمرير مفتقدة تماما، مفتقدة تماما دقة التمرير لدى لاعبي بيراميدز في هذا اللقاء. اتفقنا أن أكثر من لاعب يفتقد لحساسية المباريات، أكثر من لاعب يعود للتشكيلة بعد غياب طويل، وبالتالي حساسية المباريات بتفرق. توفيق لتراوري لإسلام عيسى، جهة اليسار لفاروق، محمد فاروق يتقدم يتوغل تطول من فاروق، تروح لأحمد أيمن منصور، إسلام عيسى، محمد فاروق، أي حاجة بلا صاحب ولا عنوان، رمي التماس لصالح فريق زناكو. اتناشر لاعب لبيراميدز سجلوا أهداف في النسخة الحالية من الكونفدرالية، دليل على تعدد العناصر الهجومية لفريق بيراميدز وتعدد مفاتيح اللعب. 12 لاعب سجلوا أهداف لبيراميدز في هذه النسخة من الكونفدرالية. حكم اللقاء متأخرا للغاية يحتسب مخالفة لصالح زناكو. ضربة حرة مباشرة وحذاري من الكرات الثابتة لزناكو. ادي كرة تتلعب جوه ال 18، علي جبر بضربة رأس، المهدي سليمان بقبضة اليد، لكن لازم تبقى أقوى من كده يا مهدي، لازم تبعد الخطورة بره ال 18 تماما. ادي كرة في مساحة جيدة جدا لمحمد فاروق، ممكن يشكل خطورة محمد. إسلام عيسى يلعبها لنفسه، تطول من إسلام، يحاول عليها من جديد، يشتت الدفاع. أدي انطلاقة من جديد، وأدي علي جبر، المهدي سليمان يشتت بقلشة كده، محمود حمادة، والكرة تتجاوز خط التماس وتتحول لمصلحة فريق زناكو. ويلفريد كانون إلى تماس آخر. رمي التماس لصالح فريق زناكو. كيلفن كابومبا على التنفيذ، عايز يلعب تماس طويل. أدي التماس الطويل جوه ال 18، وأدي ضربة رأس تروح لتراوري. محمد فاروق لعمر جابر. عمر للتراوري، لأحمد توفيق. الوقت والنتيجة أمام حضراتكم على الشاشة. تقدم زناكو بهدف لا شيء، والهدف أحرزه روجرز كولا في الدقيقة الوحيدة المحتسبة وقت بدل ضائع من الشوط الأول. وصلنا للدقيقة 59 الآن، وما زال بيراميدز عاجز عن فك شفرات دفاع فريق زناكو،
والتماس للزناكو في اللقطة اللي أمام حضراتكم. بعض بدلاء بيراميدز بيقوموا بعملية الإحماء الآن. هنشوف فكر المدرب تشاتشيتش، هنشوف هيدفع بمين. عمر جابر خلصها كويس لتراوري، تراوري يتقدم بعرض الملعب لعمر جابر، تطول من عمر تتخطف لكن يجيبها علي جبر. أحمد توفيق ياخد مشوار، يسقط توفيق وتطول الكرة إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. بيراميدز سجل 29 هدف في الكونفدرالية هذا الموسم، وبالهدف اللي دخل مرمى في لقاء اليوم يبقى دخل مرمى بيراميدز 7 أهداف. شايف أنا محمد حمدي الباك الشمال يستعد للمشاركة، هنشوف على حساب مين، هل هيخرج أحمد أيمن منصور؟ يبقى تغيير تقليدي مركز بمركز. محمد حمدي لاعب المصري السابق يستعد للمشاركة، أدي عمر جابر لتراوري، تراوري يسقط تراوري وينجح في الحصول على ضربة حرة مباشرة. كرة ثابتة في مكان جيد جدا. خارج عبد الومالا ويشارك بدلا منه محمد حمدي. هنشوف افكار انتي تشاتشيتش من هذا التغيير. الومالا كان بيلعب في وسط الملعب جهه اليمين ومنزل محمد حمدي، هنشوف حمدي هيلعب ايه. واضح انه هيلعب في نفس المركز ايضا. ولا رايح ينفذ الكرة الثابتة محمد حمدي، هنشوف. محمد حمدي بالقدم اليسرى، أم محمد فاروق بالقدم اليمنى، كرة ثابتة في مكان جيد. محمد فاروق يسدد إلى يد الحارس توستر إنسيباتا. النهارده بره القايمة تماما اللاعب ابراهيم حسن اللي كان اشترك اساسي في لقاء الذهاب. ابراهيم حسن المتوج بالكونفدرالية في الموسم الماضي مع نادي الزمالك، واللي كان هداف الزمالك في الكونفدرالية الافريقية الموسم الماضي برصيد 4 اهداف. النهارده غائب عن المباراة تماما ابراهيم حسن. كرة جوه ال 18 إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. استلم حلو قوي على صدره واطلق التسديده ولكن غير متقنه لان علي جبر ما سابوش. علي جبر كان مع روجرز كولا، لم يمنح له حريه التسديد ولذلك تسديده كولا ذهبت الى خارج الملعب بسبب مضايقه علي جبر. لحظات من التفكير من أنتي تشاتشيتش اللي قاد منتخب كرواتيا للتأهل لأمم أوروبا 2016، واللي عمل معاهم عروض رائعة في أمم أوروبا 2016. يكفي أن أقول لحضراتكم أنه تصدر مجموعته اللي كان فيها أسبانيا وتركيا والتشيك، فاز على أسبانيا 2-1 وفاز على تركيا 1-0 وتعادل مع التشيك 2-2. ربع النهائي بقى خسر من البرتغال 1-0 بعد وقت اضافي، وعارفين حضراتكم منتخب البرتغال هو اللي فاز بالبطوله في النهائي. محمود حماده، احمد توفيق،
محمد فاروق توجه إلى جهة اليمين، أصبح محمد فاروق بيلعب في وسط الملعب جهة اليمين مكان عبد الأمالة، وأصبح محمد حمدي بيلعب في وسط الملعب جهة اليسار، بيعمل جبهة كده مع أحمد أيمن منصور. أدي أحمد أيمن منصور لمحمد حمدي، تطول من حمدي، ويلفريد كانون يعود إلى المهدي سليمان. فريق بيراميدز بيحتل المركز الثالث في الدوري المصري حتى الآن برصيد 29 نقطة من 17 مباراة. المباراة القادمة لبيراميدز في بطولة الدوري ستكون أمام إنبي يوم الأربعاء القادم. آدي محمود حمادة يلعب كرة بينية حلوة حلوة حلوة، والكارت إيه؟ الكارت إيه؟ أحمر ولا أصفر؟ أحمر ولا أصفر؟ يكتفي بالبطاقة الصفراء، البطاقة الصفراء من نصيب لومبا ماكيسي. آدي الكارت الأصفر أمام حضراتكم لماكيسي، قلب دفاع فريق زناكو. تمريرة بينية رائعة ضربت دفاعات فريق زناكو، وكان متوجها نحو الانفراد بالمرمى. اللاعب إيريك تراوري، تأتي الإعاقة من ماكيسي والإنذار المستحق، وادي الإعادة. حكم اللقاء شاف إن ما فيهاش فرصة مؤكدة، وبالتالي اكتفى بالبطاقة الصفراء. ضربة حرة مباشرة لصالح فريق بيراميدز في مكان جيد. ومثل هذه الضربات الثابتة في الأماكن الجيدة تجعلنا نتذكر عبد الله السعيد الموجود على مقاعد البدلاء والمميز جدا في تنفيذ هذه الكرات. عبد الله السعيد اللي نجح في دخول نادي المئة في الدوري المصري، واللي وصل برصيد أهدافه في الدوري المصري إلى 102 هدف، ولديه 3 أهداف في النسخة الحالية من الكونفدرالية مع بيراميدز. من سيتولى التنفيذ؟ هل محمد فاروق أيضا؟ نفذ واحدة في يد الحارس إنسيباتا منذ دقائق قليلة، وادي تسديدة من أحمد توفيق في الحائط البشري، ترتد الفاروق لعمر جابر. عمر في الجانب الأيمن لتراوري، عرضية تعود لعمر جابر، يلعب عرضية تانية في أجساد المدافعين، أحد لاعبي زناكو يسقط على أرضية الملعب. تسديدة أحمد توفيق القوية اصطدمت بجسده، سلامات، نتمنى السلامة لجميع اللاعبين. آدي إعادة للتسديدة القوية من أحمد توفيق. بيراميدز في كأس مصر أيضا هذا الموسم وصل للدور ربع النهائي بعد أن تخطى فريق الإسماعيلي بهدف للا شيء في دور الـ16، وبالتالي موسم يبدو حتى الآن جيدا لفريق بيراميدز، مركز ثالث في الدوري على وشك التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية، وصل لربع نهائي كأس مصر. وادي جون أنتوي وعبد الله السعيد وإجراء عملية الإحماء. أم سليم لاعب زناكو الحمد لله، تمنى السلامة للجميع. جانب من الحضور القليل في ملعب 30 يونيو بالقاهرة، ملعب الدفاع الجوي. حكم اللقاء يعود للمباراة بإسقاط لأنه كان أوقفها لعلاج لاعب زناكو. حكم اللقاء إيريك أوتوجو كاستن، كان أدار مباراة جنوب إفريقيا والسودان في تصفيات أمم إفريقيا. أحمد أيمن منصور، يلا أبو حميد، تسديدة من مسافة بعيدة تصطدم بالدفاع وتفقد قوتها وتذهب لحارس المرمى. هذه الكرة المشتركة وضربة حرة مباشرة لصالح بيراميدز. سلامات لمحمود حمادة، جماهير تهتف العب يا بيراميدز.
ادي تمريره الحماده، اسلام عيسى، اي حاجه يجيبها تاني محمود حماده لاحمد ايمن منصور، اسلام عيسى، احمد ايمن منصور عايز يدي محمد حمدي، احمد ايمن منصور يغير اللعب في اقصى اليمين لمحمد فاروق، بيتحرك له عمر جابر، فاروق لعمر جابر بالفعل، اين العرضيه؟ ادي العرضيه تتحول الى ضربه ركنيه. واحدة من الهجمات المنظمة لبيراميدز تسفر عن ضربة ركنية في النهاية. محمد حمدي يلعب الضربة الركنية، ودي ضربة رأس من تراوري، أخيرا أخيرا تنفيذ جيد للضربة الركنية، أخيرا تأتي عرضية حلوة من الضربة الركنية عن طريق محمد حمدي يقابلها إيريك تراوري، ولكن ضربة الرأس تعلو العارضة وتضيع فرصة خطيرة من بيراميدز. أدي تبديل لفريق زناكو، يشارك اللاعب رقم 12 إرنست إمبيوي. تبديل أول وورقة أولى لفريق زناكو بيدفع بها المدرب كريس كاوندا. إرنست إمبيوي يشارك الآن كبديل. يبقى تبديل وحيد لكل فريق. اشترك محمد حمدي بدلا من عبد الومالا، وادي إرنست إمبوي يشترك مع زناكو، بينما محمد فاروق تتخطف الكرة منه. بعد مرور 70 دقيقة من عمر اللقاء نعلنها صريحة، فريق بيراميدز يفتقد للعقل المفكر، فريق بيراميدز يفتقد للاعب اللي بيربط كل الخطوط ببعضها البعض. من الآخر بيراميدز بيفتقد وجود عبد الله السعيد. ادي كرة عرضية سهلة للدفاع، يقطع محمود حمادة، يتقدم محمود حمادة لمحمد فاروق. إيريك تراوري صاحب ضربة الرأس الماضية التي علت العارضة في أخطر محاولات بيراميدز في الشوط الثاني. محمود حمادة، حالة من عدم التفاهم، عدم الانسجام، اللي انت عايز تقوله قوله. ادي انطلاقة لزناكو، مرور واختراق، وادي البديل إمبوي، إرنست إمبوي في اولى لمساته يخترق دفاعات فريق بيراميدز، ولكن في النهاية التسديدة بعيدة تماما. شوف ردة الفعل على المدرب ولسان حاله، ايه اللي انا شايفه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه الاداء ده من قبل لاعبي بيراميدز في هذا اللقاء؟ مهدي سليمان يشير للزملاء بالتقدم للأمام، لا يغادر منتصف ملعبه فريق زناكو إلا في مرات قليلة، ولكن في المرات القليلة بيهدد مرمى بيراميدز. أدي المدرب المساعد كابتن محمود فتح الله ضمن تشكيلة الجهاز الفني لفريق بيراميدز، يبدو هو الآخر غير راضي عن أداء اللاعبين. تراوري، اسلام عيسى، وادي مخالفة، ضربة حرة مباشرة لبيراميدز. اسلام عيسى على التنفيذ، ياخد وقته اسلام، في النهاية يلعب كرة يشتتها الدفاع إلى خارج الملعب، ضربة ركنية. لم يستفد بيراميدز على الإطلاق من عدد كبير جدا من الكرات الثابتة، سواء فاولات على حدود 18 أو ضربات ركنية. هذه الكرة العرضية من جديد، يشتتها الدفاع. خرج اللاعب تشارلز زولو رقم 11، واشترك بدلا منه زي ما قلت لحضراتكم إرنست إمبوي. ادي محمد حمدي تطول الكوره،
ويلفريد كانون ينتظر المهدي سليمان، يمسك كرته المهدي سليمان. الإحصائية أمام حضراتكم على الشاشة، 74% استحواذ لبيراميدز مقابل 26% لزناكو، ولكنه استحواذ سلبي، وتبقى النتيجة تقدم زناكو بهدف للا شيء. الشوط الثاني كله ما شفناش غير كرة واحدة خطيرة لبيراميدز، ضربة رأس من تراوري علت العارضة، بخلاف كده ما شفناش أي حاجة في الشوط الثاني. توقعنا ردة فعل في الشوط الثاني، ولكن لم نشاهد ردة الفعل من بيراميدز حتى الآن. آدي ويلفريد كانون ياخد مخالفة، يمسك العضلة الضمة، سلامات لكانون. فريق بيراميدز الموسم الماضي كان احتل المركز الثالث في الدوري المصري برصيد 70 نقطة، وده اللي خلاه يلعب الكونفدرالية هذا الموسم، وكان وصل لنهائي كأس مصر ولكن خسر في النهائي 0-3 أمام نادي الزمالك. أدي مدرب زناكو السيد كريس كاوندا، وأدي إعادة لهدف اللقاء الوحيد اللي أحرزه اللاعب كولا في الثواني الأخيرة من الشوط الأول. إعادة من أكثر من زاوية، والارتباك ما بين علي جبر والمهدي سليمان. أتت الكرة العرضية التي استغلها اللاعب روجرز كولا وأوضعها داخل المرمى. فريق زناكو هل سيغامر هجوميا في آخر ربع ساعة؟ لابد له من إحراز هدفين حتى تذهب المباراة لركلات الترجيح. هل سيغامر هجوميا الآن؟ شايف أنا عبد الله السعيد يستعد للمشاركة، هنشوف عبد الله السعيد هيشارك على حساب مين. وادي الكرة ضربة مرمى، وصلنا للدقيقة 77. عبد الله السعيد 34 سنة دلوقتي عبد الله، ولكنه يبقى أفضل لاعبي الدوري المصري هذا الموسم وأهم لاعبي فريق بيراميدز على الإطلاق، يشارك الآن بدلا من عمر جابر، ويرتدي شارة القيادة عبد الله السعيد. ٤٨ مباراة دولية مع منتخب مصر لعبد الله السعيد، اشترك في كأس العالم الماضي. العقل المفكر لفريق بيراميدز يشارك الآن. تبديلين لبيراميدز مقابل تبديل وحيد لفريق زناكو. ادي لمسه لعبد الله، محمود حمادة، محمد فاروق، محمود حمدي، محمد حمدي، والعرضية جوه ال 18، وادي تراوري ضربة رأس تانية، ضربة رأس تانية من تراوري خلال أحداث الشوط الثاني، ولكن هذه المرة بجوار القائم الأيمن. عرضية حلوة من محمد حمدي، وضربة الرأس من تراوري تخطئ طريق الشباك. علي جبر بضربة رأس، محمود حمادة،
تمريره خاطئه تروح لفريق زاناكو جوه ال 18. ادي العرضيه خطيره جدا خطيره، والتسديده فين؟ التسديده في المدرجات بعيده تماما الى خارج الملعب. تسديده اللاعب بيترويبا روماريك بيترويبا يطرد تسديده بعيده تماما عن المرمى. احمد ايمن منصور للمهدي سليمان، ضغط عالي من قبل فريق زاناكو. احمد توفيق 1 2 مع محمد فاروق، يسلم في وسط الملعب محمد حمدي. عبد الله السعيد، اسلام عيسى لعبد الله السعيد، احمد ايمن منصور، اسلام عيسى. تمريره سيئه من اسلام تتخطف لكن ياخد مخالفه، ضربه حره مباشره لبيراميدز. تتلعب الكره لاسلام عيسى، يعود للخلف لمحمود حماده. وصلنا للدقيقه 80، 10 دقائق على نهايه الوقت الاصلي لهذا اللقاء. ما زال زاناكو يتقدم بهدف للا شيء. هذه النتيجه لن تؤثر في تاهل بيراميدز لنصف النهائي، وينتظر بيراميدز المتاهل من مواجهه حوريه الغيني وانيمبا النيجيري. وزي ما اتفقنا مباراة الذهاب في نصف النهائي بالنسبة لبيراميدز ستكون في القاهرة. ادي انطلاقة وتراوري، حكم اللقاء يدي مخالفة. مباراة الذهاب لبيراميدز في نصف النهائي ستكون في القاهرة يوم الأحد 3 مايو، بينما مباراة العودة ستكون في غينيا أو نيجيريا يوم الأحد 10 مايو. ويلفريد كانون على مرتين يشتت، ترتد من جديد في وسط الملعب. ادي ضربه راس من احمد ايمن منصور، مرور جيد من قبل كيفين اوسو، تغيير اتجاهات من كيالا يفتح اللعب حلو جهه اليسار بترويبا، يسقط بترويبا لكن ياخدها من جديد بترويبا من احمد توفيق، تقدم بترويبا بعرض الملعب كيالا، لكن برافو بالفرمله كده محمد حمدي يحول الكره الى خارج الملعب. ازدادت ثقه لاعبي زاناكو في انفسهم بعد ان نجحوا في التقدم بهدف. اسلام عيسى، عبد الله السعيد، لمسه من عبد الله في مساحه رائعه، احمد ايمن منصور، دفعه واضحه جدا وضربه حره مباشره لصالح فريق بيراميدز. ادي الدفعة. فريق زاناكو حاليا بيحتل المركز العاشر في الدوري الزامبي برصيد 35 نقطة، ولكن ما زالت لديه أربع مباريات مؤجلة. في حالة الفوز في المباريات الأربعة المؤجلة سيكون في الصدارة. عبد الله السعيد أخصائي الكرات الثابتة، رجع المتخصص ويشارك الآن وينفذ الكرات الثابتة. ودي كرة عرضية جوه 18، تعدي من الجميع يشتتها الدفاع. رمي التماس لبيراميدز بهدوء شديد ينفذها لاعبي بيراميدز. ادي عبد الله السعيد من جديد على حدود 18 يلعب 1 2، لمسه رائعه من عبد الله في الجانب الايمن، ودي فاول ماركت عبد الله السعيد. ادي مخالفه في مكان مميز ماركت عبد الله السعيد. قلت لحضراتكم شارك المتخصص وتقول اليه مثل هذه الكرات الان. ادي المخالفه واضحه جدا بلا سبب، تهور واندفاع من قبل مدافع زاناكو، وكره ثابته في مكان مميز. متعنا يا عبد الله. حتى الجماهير تهتف باسم عبد الله السعيد. ١٠٢ هدف في الدوري المصري لعبد الله السعيد، بيحتل بيهم حاليا المركز الثامن في نادي المئة
في قائمة الهدافين في الدوري المصري اللي تجاوزوا 100 هدف. ادي حائط بشري من 6 لاعبين من قبل فريق زناكو. وادي عبد الله السعيد ولحظات من التركيز. عبد الله السعيد على تنفيذ الكرة الثابتة. يسدد عبد الله والتسديدة تعلو العارضة. تسديدة قوية من عبد الله السعيد ولكنها تعلو العارضة. مية واثنين هدف لعبد الله في الدوري المصري، 16 مع بيراميدز، 50 هدف بقميص النادي الاهلي، 36 هدف بقميص نادي الاسماعيلي. وصلنا للدقيقة 85 وكرة ثابتة لفريق زناكو. وادي كرة جوه ال 18 يشتت محمد حمدي لمحمد فاروق لإسلام عيسى. إسلام يتقدم إسلام ولكن تأتي التغطية الدفاعية والكرة تعود لحارس المرمى إنسي باتا. محاولة لزناكو لا تكتمل، يقطع أحمد أيمن منصور ويتقدم ومن مسافة بعيدة يلعب كرة في المرمى أي حاجة إلى يد الحارس. أدي عرضية، علي جبر يشتت إلى خارج الملعب. رمي التماس لزناكو من الجانب الأيمن، يجي لها قلب الدفاع مكيسي عشان يلعب تماس طويل أشبه بالضربة الركنية. أدي التماس الطويل بالفعل جوه ال 18 يشتت دفاع بيراميدز. وأدي الحارس إنسي باتا. أمامية يقطعها أحمد توفيق. وأدي مخالفة على أحمد توفيق وضربة حرة مباشرة لصالح فريق زناكو. مخالفة واضحة على أحمد توفيق. أدي دودو الجباس يشارك الآن بدلا من إسلام عيسى. التبديل الثالث والأخير لفريق بيراميدز بمشاركة دودو الجباس بدلا من إسلام عيسى. لديه هدف في النسخة دي من الكونفدرالية دودو، كان سجله في مرمى فريقه السابق في مرمى النادي المصري بطريقة رائعة بضربة مقصية رائعة، كان سجل دودو الجباس هذا الهدف. هذا المدرب يطالب لاعبي بيراميدز بتهدئة اللعب والإكثار من التمريرات. وهذه كرة كان بيطلب فيها مخالفة فريق زناكو. اصطدام بين علي جبر واللاعب بترويبا. وأيضا الحكم لك وحدك عزيز المشاهد. أدي التغيير أمام حضراتكم على الشاشة، دودو الجباس بدلا من إسلام عيسى. وأحمد توفيق بالفرملة إلى خارج الملعب رمي التماس. كرة أمامية جوه ال 18 استلام من قبل كولا. وادي عرضية جديدة تصطدم بأحمد توفيق تروح لمحمد حمدي. عبد الله السعيد يعمل مراوغة حلوة عبد الله. وادي تمريرة بينية لا يوجد تسلل. كرة في اتجاه أحمد أيمن منصور يلحق قبل التماس. يدي لمين أحمد؟ أحمد أيمن منصور يلعب بعرض الملعب ولكن يشتت دفاع زناكو.
ويلفريد كانون بالفرملة إلى خارج الملعب، تماس لزاناكو. دقيقة 89 وتماس جديد لزاناكو. وكرة تطول إلى خارج الملعب. حكم اللقاء أيضا يحتسب مخالفة على المهاجم روجرز كولا. المهدي سليمان على تنفيذ ضربة حرة مباشرة. محمد فاروق، دودو الجباس، علي جبر، ويلفريد كانون. الكرة تعود للحارس توستر إنسيباتا. الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي. فريق بيراميدز فريق يمتلك كل المقومات التي تؤهله للمنافسة على لقب هذه النسخة من الكونفدرالية، ولكن فقط شخصية البطل، شخصية الفريق البطل نجدها تغيب في بعض المباريات مثل اللقاء اللي أمام حضراتكم ومثل مباراة إينوجو رينجرز في مرحلة المجموعات اللي خسرها بيراميدز على ملعبه 0-1 أيضا. ومن حسن حظ بيراميدز ان المباراتين مش هيفرقوا في استمرار مشوار بيراميدز في هذه البطوله. 4 دقائق وقت بدل ضائع. دودو الجباس لعبد الله السعيد، عايز يلعب جهه اليمين تتخطف. محمود حماده، محمد فاروق، لاحمد توفيق، عايز يعدي احمد توفيق، خد مشوار في الجانب الايمن، بتحرك له فاروق، لسه مع احمد توفيق. محمود حماده يستلم عبد الله السعيد لاحمد توفيق من جديد. علي جبر يا دوبك يلحق. محمد حمدي يعود الى حارس مرمى من منتصف الملعب. ادي الحكم الرابع بيعلن عن 4 دقائق وقت بدل ضائع. بنلعب في الدقيقه الاولى. عبد الله السعيد بضربة رأس لدودو الجباس، تطول من دودو إلى خارج الملعب. حساسية المباريات مفتقدة تماما لعدد كبير من لاعبي بيراميدز اللي اشتركوا في لقاء اليوم. تعرفها منين؟ تعرف من التوقيفة، تعرف من دقة التمرير، تعرف من القدرة على التحكم في الكورة. المهدي سليمان أمامية، تعدي من تراوري، تروح لأحمد أيمن منصور في مكان جيد، يتقدم، ياخد مخالفة بذكاء شديد. ضربة حرة مباشرة في مكان جيد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع. من سيتولى التنفيذ؟ المتخصص عبد الله السعيد. يتقدم علي جبر للاستفادة من طول القامة. حكم اللقاء وتحذيرات أخيرة للاعبين. الكرة من عبد الله وحارس المرمى تدخل. كانت في اتجاه علي جبر ولكن تدخل الحارس توستر إنسيباتا، وحكم اللقاء يعلن عن مخالفة على علي جبر. الحكم إيريك أوتوجو كاستن اللي أدار مباراة الذكرى السيئة لمنتخبنا الوطني منتخب مصر، مباراة الخسارة في أمم إفريقيا الماضية 0-1 أمام جنوب إفريقيا في دور الـ16 وتوديع البطولة. محاولة لفريق زاناكو وتسديدة من
مش ممكن مش ممكن، فرصة خطيرة تضيع وتألق من المهدي سليمان، ولكن كان هناك تسلل، أخطاء دفاعية غريبة جدا. أدي التسلل موجود بالفعل، ولكن كرة زي دي ما توصلش للمهاجم أبدا في مكان زي ده. الثواني الأخيرة من الوقت بدلت ضائع، نقدر نقول مبروك لبيراميدز التأهل الرسمي لنصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية، وسينتظر بيراميدز المتأهل من مواجهة حورية الغيني وأنيمبا النيجيري، ولكن مباراة للنسيان لبيراميدز في لقاء اليوم على مستوى الأداء. أدي انطلاقة أخيرة، أحمد توفيق عرضية يشتتها الدفاع. آخر هجمات بيراميدز، هل ستكتمل أم لا؟ عبد الله السعيد، لا وقت للتحضير. أحمد أيمن منصور، وحكم اللقاء يطلق صافرة الختام معلنا عن نهاية هذه المباراة بفوز فريق زاناكو خارج ملعبه على بيراميدز بهدف للا شيء، الهدف الوحيد أحرزه اللاعب روجرز كولا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ولكن هذا الفوز لن يغير من الأمر شيء.